والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزقنا جميعا متابعته بالأقوال والأفعال والأحوال. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة الكرام، حديث اليوم عن إكسير النجاح في الدنيا والآخرة، عن علامة مسجلة لهذه الشريعة، لكن كثيراً من المسلمين سابرون وغافلون عنها ويتشوفون ويتطلعون إلى غيرهم ظناً منهم أنها حكر لهم أو عليهم. الحديث عن احترام القوانين والانضباط والنظام، وأريد أن أضع بين يدي هذا الموضوع الذي كثير منا يراه بعيدا عن واقعنا، عندما يقارنه بالأمم الأخرى يرى أن هناك بونا شاسعا وأن هناك مسافة كبيرة بين حياة المسلمين من حيث انضباطهم ومن حيث تنظيمهم ومن حيث التحقيق والتدقيق المنسجم مع روح الشريعة، يجده بعيدا عن تصرفات وسلوك كثير ممن ينتسبون إلى حظيرة الإسلام وينظر إلى غير المسلمين نظرة إعجاب، وحق له ذلك عندما يرى منضبطين منسجمين مرتبين. فأريد أن أضع بين يدي هذا البحث هذه الآيات من القرآن الكريم حتى نعرف أن كثيرا من المسلمين يقرؤون القرآن للتبرك ومن أجل أن يختم ختمة أولى وختمة ثانية وختمة ثالثة دون أن يفهم مقصود الآيات القرآنية. قال تعالى مثلا في سورة ياسين: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه الآية تبين لنا بيانا واضحا لا يحتاج إلى كبير تفسير أن هذا الكون إنما يسير بنظام دقيق. لو أن الكهرباء قطعت عن تقاطع من تقاطعات الطرق في أي مدينة مزدحمة في العالم لا بد أن تقع هناك حوادث، لا بد. فمن الذي نظم الأفلاك والأجرام والشهب والنجوم في السماء حتى كانت المسافات منضبطة لا ينبغي للشمس ولا ينبغي للقمر ولا ينبغي لغيرهما أن يتجاوز كل منهما مكانه؟ ومن لطيف ما قرأت في الأدب العربي، يعني لطيفة تتعلق بالأدب، أن رجلا جاء إليه حبيبه أو زوجه، كان ينتظره أو ينتظرها من سفر، فقال: جاء الحبيب الذي أهواه من سفر، جاء الحبيب الذي أهواه من سفر، والشمس قد أثرت في خده أثرا. عجبت كيف تحل الشمس في قمر والشمس لا ينبغي أن تدرك القمر. تصوير لطيف مقتبس من القرآن الكريم. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى في هذه الآية الرائعة: وكل شيء عنده
بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. بعد هذه الآيات بشكل سريع التي تحدثنا عن النظام، من أراد أن يكون ناجحاً في دنيا، لا أتحدث عن الآخرة، لا بد أن يكون منضبطاً. فانظروا إلى حياة رجل يعيش الفوضى بكل تفاصيلها، من حيث طعامه وشرابه وعبادته وسلوكه وعمله. وانظروا إلى رجل ينظم أوقات حياته، يأكل بساعة محددة، ينام بساعة محددة، يذهب إلى عمله بساعة محددة، يرجع ويقفل من عمله بساعة محددة. بقطع النظر الآن، أنا أتحدث عن الدنيا، انظروا إلى حياة هذا وذاك، بالله عليكم أيهما أكثر هناء؟ المنضبط. كذلك انظروا إلى حياة المسلمين. ما معنى صلاة الجماعة؟ لو أن الإنسان صلى في بيته تسقط عنه الفريضة؟ تسقط عنه الفريضة. فلماذا رغب الإسلام مثلا بصلاة الجماعة وبنى وحشد لها المساجد، ورغب صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أو الفرد ب27 درجة، وبين صلى الله عليه وسلم أن الرحمات والخيرات والتجليات والأنوار تنزل على أهل الجماعة، وقد بين صلى الله عليه وسلم فضل الجماعة. لماذا؟ لكي نتعلم من الجماعة الانضباط. أرأيتم في المسجد الآن الإمام عندما يقف يقول استووا فإن، هذا كلام النبي الآن، أذكر حديثا الآن، قال عليه الصلاة والسلام فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي رواية وكلاهما صحيحة، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. فالذي يشجعك على هذا هو تلمسك للنظام والانضباط في الحياة. ورجل واحد يقول الله أكبر، الجميع يركع مهما كثر عددهم، كانوا 1000، 2000، 200، 10، 20، بقطع النظر عن عددهم هناك انضباط، هناك ساعة واحدة في الصلاة، ساعة واحدة. لكن هذا النظام للأسف لا نجده في حياة كثير ممن ينتسبون إلى هذه الشريعة، مع أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو قرأنا استقرأنا سيرته العظيمة لوجدنا انضباطا هائلا، لوجدنا كيف أنه كان يعلم أهله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكل من يلوذ به الانضباط في كل شيء. اللهم صل على معلم الناس الخير. فمن أراد مثلا أن يحقق هذا الانضباط لا بد أن يحرص على أهم شيء وأثمن شيء وأغلى شيء وأعز شيء، ألا وهو الوقت. قالت العرب والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. حتى أننا سمعنا كثيرا من الناس يقول لك يا أخي نريد أن نقتل الوقت، هو يقتل نفسه، لأن الإنسان مجموعة من الزمن. الإنسان عمره 60، 70، 80، 100، إلى اللهم بارك لنا جميعا في أعمالنا مع الصحة والعافية يا رب وطاعتك. الإنسان مجموعة من الزمن، فكلما ذهب يوم ذهب جزء من حياته واقترب إلى لقاء ربه. فكثير من الناس يقول لك يا أخي قتلنا الوقت، هو يقتل نفسه، يقضي كما قالت العرب أيضا كناية عن رجل ينام كثيرا تقول عنه في اللغة عريض الوسادة، عريض الوسادة. عاش مثلا 50 عاما، 25 عاما قضاها في النوم، يعني نصف عمره نوم، فأين الانضباط في هذا؟ لذلك أيها الإخوة الأكارم، ينبغي على الإنسان أن يكون منضبطا في حياته حتى يحقق النجاح والفلاح. وقرأوا سيرة الناجحين في الدنيا بقطع النظر عن دينهم والتزامهم وعلاقتهم بالله عز وجل، بقطع النظر عن هذا، عندما تقرأ سيرتهم وتدخل في تضاعف حياتهم، أول شيء يطالعك ماذا؟ النظام. يقول
لك إن هناك انضباطا في نومه، في طعامه، في شرابه، في معاملاته. إذا الوقت هام جدا. ثاني شيء وهو الأهم هو أن يكون هذا القانون ساريا على الجميع دون أن يكون هناك اختزال أو انتقام أو محسوبية كما يقال. سيدنا محمد اللهم صل عليه جاءوا إليه يتوسطون لامرأة سرقت وثبتت عليها جريمة السرقة، فأرادوا أن يتوسطوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في كلمة رائعة تدل على ثبات وبنيان الدولة، قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم. أنهم إذا سرق فيهم الشريف يعني ابن العائلة وفلان ويملك المال وكذا تركوه، وإذا سرق فيهم هنا المشكلة يعني تركوا يتركوا الباقي، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله والكلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد اللهم صل على سيدنا محمد سرقت لقطعت يدها. يعني الإشكالية الأولى أن الإنسان إذا جاءه قوي ذو منصب ذو مال تركه، لكن لو تركوا الباقي يعني كانت المشكلة أقل. أما أن يقام العدل على أناس دون أناس فهذا ظلم وجور، ولن تقوم لهذه الدولة قائمة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. يا عباس عم رسول الله، عم بدل وعباس منادى مفرد على المبني على الضم في محل نصب على النداء، يا عباس عم، ولن أقول عم، يا عباس عم رسول الله، يا فاطمة بنت محمد اللهم صل على سيدنا محمد. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني يوم القيامة بأنسابكم، اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ويروى عن سيدنا الفاروق العبقري رضي الله عنه وارضاه سيدنا عمر، هذا الرجل الذي تربى في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن ولده قد وقع في محظور من المحظورات وشرب الخمرة وثبت عليه الدليل القاطع وأقر بذلك. المهم أقام عليه الحد وجمع أولاده ذات مرة وقال لهم: إذا سننت سنة وأمرت بأمر ينبغي أن تكونوا أنتم أولا، ينبغي أن تكونوا أنتم أولا، ينبغي أن تكونوا أنتم أول الملتزمين لهذا الأمر، ولو خالف واحد منكم لأقمت عليه العقوبة. هذا دليل الانضباط، فمن أراد أن يتحدث عن احترام القوانين ينبغي أن لا تكون على أناس دون أناس كما فعل صلى الله عليه وسلم وأخبر صحبه الكرام ومن كما فعل الصحابة من بعده. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه جاء أحد ولاده يشتكي من عماله أنهم لا يؤدون الأعمال كما يجب، فاستدعاهم سيدنا عمر: ما الخطأ؟ ما الأمر؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه لا يعطينا عطاءنا، ما يعطينا الراتب، لذلك هم وقعوا في محظور في رواية أنهم أخذوا بعض أخذ بعضهم يعني يسر. فقال له سيدنا عمر استدعاه وقال له: لو جاءني سارق من عندك لقطعت يدك. لماذا؟ لأنك كنت أنت السبب في أن تشتغل هذه الأيدي بالباطل بدل أن تشتغل بالحق والحقيقة. فمن أراد أن يتحدث عن الالتزام
وعن احترام القوانين ينبغي عليه أن يكون منضبطاً ومنسجماً معها ابتداءً. لذلك قال العلماء: حق على من يصعد المنبر أن يترك الفحشاء والمنكر. لو أن طبيباً يعطينا محاضرة قيمة عن مضار التدخين ورأيناه بعد ساعات يجلس في إحدى المطاهي ويدخن، هل نقيم لكلامه أية يعني قيمة؟ لا. حتى قال بعض الأدباء: نراك تنهى ولا تنتهي، وتسمع وعظا ولا تسمع، فيا حجر الشحذ حتى متى تسن الحديد ولا تقطع الحجر؟ تسن السكين لي حتى تصير هذه السكين مضاءة حادة وهو لا يقطع الحديد، الحجر لا يقطع. فيقول الشاعر: حتى متى يا من يعظ الناس ولا يلتزم؟ فمن سن قانونا ينبغي ان يكون هو اول المبادرين اليه، كما كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم اشجع الناس، وكان اذا احمرت الاحداق في المعركه واشتد الوطيس اتقينا برسول الله، يعني اختبأنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان يجلس في غرفة محصنة من القنابل النووية، لا، ويوجه من بعيد وهو جبان، كان صلى الله عليه وسلم في مقدمة الناس. فيقول سيدنا علي: كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الأحداق اتقينا برسول الله. أين الشاهد؟ قال: فما يكون أحد منا أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم. فكان عندما يأمر الناس بأمر بقانون يلتزم القانون ويدخله على نفسه صلى الله عليه وسلم. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فإذا أول شيء الوقت، ثاني شيء ألا تكون هناك انتقائية بالقوانين وبتطبيق القوانين. ثالث شيء أيها الإخوة هي طاعة من سن هذا الأمر، يعني طاعة ولي الأمر، وحتى لا يظن ظان أو يكفز مباشرة، كما هذه حال كثير من الناس لا حول ولا قوة إلا بالله. بدأ النفاق الآن. يا أخي، هذا دين عندما يكون لك قانون سنه المشرع ووافق عليه الناس ولا يخالف شرع الله، ينبغي عليك عبادة وديانة أن تلتزم أمر الله وأمر رسول الله وأمر من سن هذا الأمر الذي لا يخالف أمر الله. من هنا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لبيك يا رب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالذي سن القانون سنه من أجل مصلحة شريطة، أقول أن لا يخالف أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلا الطرقات، كثير ما نرى من المستهترين بأرواح الناس والمراهقين الذين لا يبنون على شيء إلا على أن يركبوا سيارة يعني ويفاخرون بها ويفتحون نوافذها والزجاج فيها ويرفعوا صوت الإذياع والراديو بصوت مزعج وحركات يعني حقيقة، وإذا سألت أحدهم ما زال شابا دعه إنه مراهق، ما في مشكلة دعه، لكن هل هذا يعني الضرب الصفح عنه؟ ألا يؤذي الناس؟ ألا يقتل الناس؟ أنا قال الله تعالى في آية واضحة: ولا تقتلوا أنفسكم، وتعمدت أن أمد المد المنفصل هنا، ولا تقتلوا أنفسكم، لماذا؟ إن الله كان بكم رحيما، هكذا قال تعالى، ولا ضرر ولا ضرار. وقال عليه الصلاة والسلام: المنبت. ما معنى منبت؟ المنبت هو الذي كان يجلس على الخيل على الفرس ويضربها ضربا مبرحا، ويقال مبرحا وكلاهما صحيح، يضربها ضربا مبرحا. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا يسمى منبت، لا أرضا قطع يعني لا يصير، ولا ظهرا أبقى يعني يموت الحصان،
فينبغي على الناس أن تلتزم القانون، أن يلتزم القانون من حيث انضباطه، أن يعي القانون. كلنا يحفظ قصة تلك المرأة التي كان سيدنا عمر يمشي في الليل رضي الله عنه وأرضاه، فتعب واتكأ على جدار من تعبه رضي الله عنه وأرضاه، كان يعز. كيف الآن في دوريات في الليل تسمى أدنى الطرق؟ سيدنا عمر كان بنفسه لا يتجسس. انتبهوا، أنا تعمدت أن أذكر هذا التفصيل لأن البعض ظن أن سيدنا عمر كان يتجسس، لا حاشاه، كان سيدنا عمر يعز يعني يمشي. كيف الآن في أمن الطرقات كانوا يمشون على الأحصنة يسمى الدرك أو يسمى الراجلة، كان يمشي في المدينة ليلا حتى يتفقد أحوال الناس، فتعب واتكأ على جدار فسمع حوارا بين امرأة وبنتها تقول لها قومي امزجي اللبن بالماء. قالت أما سمعت أمير المؤمنين عمر ينهى عن خلط الماء اللبن، اللبن يعني الحليب باللغة العربية، بلغتنا اللبن يسمى حليبا بلغتنا، عندما تمر كلمة لبن لا 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 في اللغة لا ليس المقصود منها اللبن، لبن الرايب وكذا إلى آخره، اللبن هنا المقصود به الحليب لغة. قال قومي اخلطي ماء باللبن. فقالت أما سمعت أمير المؤمنين يقول نهى عنه. قالت وهل يسمعك وهل يراك أمير المؤمنين؟ يعني الآن عمر ليس موجودا. فقالت وأين رب الله؟ فسيدنا عمر وضع إشارة على هذا الباب وخطب وأرسل رسوله في الصباح، خطب هذه البنت لولده، وكان من ذريتها سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. الآن الشاهد أن هناك مراقبة وجدانية عندما تسافرون إلى بلاد كثيرة من أوروبا وأمريكا، تمشون في الطرقات ليس هناك إشارة مرور لكن هناك علامة افسح الطريق، والطريق والطريق خالي، فتقف السيارة. منظر نسميه نحن حضاري، أقول هذا مظهر إسلامي أيضا لمن أراد أن يطبق الإسلام، لكن طبيعة الإنسان قال عليه الصلاة والسلام ولكنكم تستعجلون. فاللهم ارزقنا وألهمنا الرشد وجنبنا الزلل وارزقنا النظام في حياتنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشكره تعالى وهو الذي وعد المزيد من شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء، السادة الحنفاء، ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ويسمع إن شاء الله تعالى بعد الخطبة للإجابة على أسئلة وتوجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم وسلوا ربكم حوائجكم إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في كل ما أنعمت به علينا، واجعلنا من عبادك الشاكرين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق رئيس الدولة شيخ خليفة بن زايد ونائبه شيخ محمد بن راشد بما فيه خير البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعط كل واحد بما سأله. نسألك العافية يا ربي، نسألك العافية يا ربي، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.